وللمزيد حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من واشنطن سعاده السيد محمد عيسى العباسي عضو مجلس النواب نرحب فيك سعاده العضو محمد ولو تحدثنا بدايه عن مجريات الزياره وما هو ابرز ما دار بين الجانبين البحريني والامريكي خلال جلسه المباحثات. برئاسه اليوم معالي رئيسه مجلس النواب تم الاجتماع مع لجنه الاستخبارات بمجلس النواب الامريكي. أه تم بحث الجهود المرتبطه بمواجهه ظاهره الارهاب والتطرف والعنف باعتبارها اولويه اليوم عالميه. ونظرا للتهديدات والتبعات الخطيره اللي القت بظلالها على امن واستقرار مجتمعات الشعوب وما تستدعي حقيقه من ضروره تعميق الجهود والامكانيات وتوظيف ايضا الاليات والتقنيات الحديثه لوقف الممارسات الارهابيه اللي باتت يعني تشكل اثار جسيمه على واقع الانسانيه ومستقبلها. من جانبهم ايضا اكدوا اعضاء اللجنه الدائمه لاستخبارات مجلس النواب الامريكي ان مملكه البحرين تعد حليف استراتيجي للولايات المتحده في ظل علاقات ممتده وراسخه ونوهوا بايضا وجود الاسطول الخامس في مياه مملكه البحرين واللي يلخص حجم التعاون والشراكه بين البلدين.